انا بغيت غير راجلي، الله يرحم لكم الوالدين، بغيت غير الراجل ديالي. راه عندي بنت عندها عام، راه عندي بنت عندها عام عباد الله، ما عرفتش واش يتموا ليا بنتي، واش راجلي كياكل، واش نعس، خرج بالفوقيه والصنداله. التدوينه نشرها المرحوم على الحساب الفيسبوك ديالو عامين تقريبا قبل ما يغدروا صاحبه، وهالتدوينه قال فيها اللي باغي يخسر شي عربي يسلفه، يعني الا بغيتي تخسر شي واحد عزيز عليك سلفوا الفلوس. ملي دازت عامين على هالتدوينه هادي واليوم فعلا وصلنا على كلامه، لكن للاسف خسرناه هو، هادشي كامل غير حيت تاق فيه وحسبه بحال خو. هنا فين تحرقات؟ هنا فين تحرقات؟ رجلي شتي هاتراشي دير ليا أمنين غتكونوا سمعتوا هاد الأسبوع بشي دري من أكادير سلف شي صاحب واحد المبلغ كبير ديال الفلوس. حاليا هاد القضية هي اللي هزت الرأي العام، وكل شي كيدوي عليها وكل شي كيستنكر هاد الشي اللي وقع. محمد بن درغوف عمره 30 سنة من مدينة أكادير، مزوج وعنده بنيته في عمرها 9 أشهر. محمد رجل أعمال معروف، قدر أنه يحقق نجاح كبير في مجال التجارة الإلكترونية. محمد بحكم أنه كان إنسان خالق وطيب، هاد الشي اللي خلاه يكون عزيز ومحبوب عند الجميع، وكل شي كان كيشكره وكل شي كيقول باللي راه هو دري لا يعمرها دار وولد الناس وحاجته ماشي ديالو. محمد ما كانش كيخرج من الدار بزاف بحكم خدمته كان كلها كيسيرها غير من الحاسوب ومن الهاتف ديالو، فكان اغلب الاوقات ديالو كيخدم غير من الدار. محمد كان دائما من المشجعين ديال المنتخب الوطني، داكشي علاش كان عوال باش يمشي لقطر باش يشجع المنتخب مع كرواتيا. يعني هاد الماتش اللي داز مؤخرا نهار الاربعاء فعلا بدا كيوجد باش يمشي، ونهار الحد بالليل تقدد التونيات والدرابو ديال المغرب والروايح، المهم كاع داكشي اللي غيحتاج، وقطع البيي وريزيرف لوطيل اللي غينزل فيه في قطر. وجد هادشي كامل على اساس انه عنده طياره نهار الثلاث مع 11 ديال الصباح. قبل ما يسافر محمد عنده واحد صاحبه كان قريب ليه وكان ديما كيتعامل معاه. هاد صاحبه ولد شي نائب برلماني في اكادير وفي عمره 27 سنه، وكان دائما كيتعامل معاه محمد في مبالغ كثيره. هاد الدري كيتسالو محمد 372 مليون، يعني واحد الشخص كتسالو هاد المبلغ الكبير الا وراك غتكون كتثق فيه ديال بصح. المهم هاد الدري قال ليه محمد غتعطيني شويه من دوك الفلوس اللي كنتسالك حيت راني غنسافر لقطر. فعلا دار مع هذاك الدري باش يدوز عنده نهار الاثنين. نهار الاثنين فاق محمد مع 11 ديال الصباح، وصلت ل 12 ونص جا عنده داك صاحبه، صون عليه وخرج عنده محمد مازال كاع ما فطر ما والو، اصلا خلى الدراري اللي معاه في الدار يلاه كيوجدوا الفطور، قال لهم راني ما غنتعطلش دابا غنرجع. فعلا هبط عنده محمد غير بالحوايج ديال الدار، غير بالفوقيه والصنداله، يعني نص ساعه ولا ما كاملاش وغيرجع. الدراري هنا شافوه تعطل شويه، كيصيفط لهم محمد اوديوهات وكيقول لهم انا راه باقي مع الدري، يعني غير وجدوا الفطور وانا جاي دابا. وصلت الوحده ما بانش، وصلت الجوج ما بانش، وصلت ثلاثه ديال العشيه كيصونيو عليه والتليفون هنا كيلقاوه طافي. ومحمد كان معروف عليه ما كيتفارقش مع التليفون ديالو ولا يطفيه، كيف قلت لكم قبل راه خدمته كلها تما. هنا صحابو دخلهم الشك، كيفاش قال لنا هاني جاي دابا والعشيه كامله ما بانش والتليفون ديالو طافي؟ هنا قرروا انهم يعلموا عائلته وعلموا حتى الزوجه ديالو اللي ما كانتش ديك الساعات في اكادير، كانت مسافره لسويره عند عائلتها. فعلا جاوا بداو كيقلبوا عليه، عياو ما يتصلوا به ويقلبوا عليه والو غبر له الاثار، مشاو ديكلاراو بالاختفاء ديالو ليل كامل وهما كيقلبوا والو. عيطوا على هذا اللي كان معاه اخر مره، يعني داك صاحبو اللي كان كيتسالو الفلوس، حيت محمد قبل ما يخرج من الدار جاب الله علم صحابو وقال لهم معاه من كان. قالوا ليه انت اخر واحد كان مع محمد، قول لنا فين هو. قال لهم انا ديتو شوف واحد ارض ديال الفيلا في واحد البلاصه سميتها تماعيت، وهاد التماعيت هادي جات في النواحي ديال دريرقة. قال لهم انا ديتو تما، من بعد رجعتو حطيتو فين مشى الله اعلم. وهنا الزوجه ديال محمد وخوتو كيتعجبوا، الا بغى يشري ولا يبني شي فيلا ولا كيقلب على شي ارض راه حنا الاولين غتكون في خبارنا. المهم السيد ملي شاف راسو تزير نكر، وقال صحاب محمد باللي راه ما كيتسالو حتى شي فلوس، وقال لهم راه باللي هو اللي كيتسال محمد الفلوس. حتى النهار الاربعاء مع الصباح، واحد السيد مع الصباح كان غادي في واحد الخلا في جهه محمديه، كان غادي حتى كيبانوا ليه شي عواد محروقين، ولكن كتبان ليه شي حاجه تما بحال شي جثه. مشى قرب حداهم وشافهم، وهنا كانت الصدمه، لقاها فعلا جثه وكلها مشوطه. يحاول يتعرف على الجثه ولكن وجهه الجسد ديالو كله مشوط. هنا هاد السيد داخل ما عارف اشنو يدير، بان ليه واحد السيد بعيد عليه شويه مشى كيجري لعندو، قال ليه اجي معايا الله يرحم الوالدين تشوف معايا شنو لقيت. راجعين في الطريق وكيعاود ليه داك السيد. ملي وصلوا عند الجثه لقاوها مجموعين عليها الكلاب وبداو كينبشوا فيها. المهم بلا ما نعاود لكم الطريقه باش كان كيعاودها السيد، لانه هذا الشيء كيبكي، حيت لقاو دوك الكلاب كلاو بعض من الاعضاء ديال الجثه. السيد جرى نيشان عند السلطات وعلمهم بهذا الخبر هذا. السلطات بدورها حضرت الحين لعين المكان، قاموا بالواجب وحاطوا بالمنطقه، وهزوا البصمات واي حاجه غتوصلهم شكون مورا هذه الجريمه هذه. حتى لهنا حتى واحد مازال ما عارف واش هذه الجثه ديال محمد ولا ديال شي واحد اخر. المهم داو
جثة للمشرحة اللي داروا لها التشريح لقاو بلي هاد الجثة محروقة بليسانس، بلي هاد الجثة مقتولة في بلاصة أخرى وجابوها حرقوها هنا. في الأخير كيتأكدوا فعلا بلي هاد الجثة ديال محمد بن درغو. البلاصة السلطة ديال المحمدية بلغوا الأمن ديال أكادير بهاد الخبر هذا، هما بدورهم خبروا العائلة ديال محمد، وكان الخبر بالنسبة لهم صدمة قوية، حيت ماشي سهلة واحد الشخص مشى غير هبط نص ساعة ولا ما كاملاش دغيا غيرجع. الأخير كيلقاوه بهاد الحالة هادي، تخيلوش الحالة ديال عائلته دابا، وشنو غيقولوا لديك البنت اللي باقا ما عارفة والو؟ هي غير كتشوف التصويرة ديال باه كتبقى تعيط عليه بابا بابا. حاليا على حساب ما كيقولوا عائلة الضحية، أن المجرم هو صاحب نيت اللي كان معاه آخر مرة، اللي هو ولد نائب برلماني، وقالوا باللي راه اعترف للشرطة باللي راه هو اللي ارتكب هاد الفعلة، وباللي استدرجوا عنده وخنقوا وداه للمحمدية وحرقوا تما. عند بالو إلا تحرق راه ما غاديش يتعرف، ولكن راه الروح عزيزة عند الله. العائلة ديال المرحوم كتطالب السلطات باش يتعمقوا في البحث أكثر، واش معاه عصابة ولا شنو؟ حيت ما يمكنش يدير هاد الشيء بوحدو، يخنقوا ويديه حتى لتما ويحرقوا بوحدو ويرجع في البلاصة. الأهم أن حاليا السلطات ديال أكادير والأمن المغربي في صفة عامة قايم بالواجب ديالو باش يتعاقب هاد المجرم واللي معاه بأقصى العقوبات، وشكرا لهم حيت فكوا هاد اللغز في وقت وجيز. شوفوا معايا هاد محمد مسكين كان غادي على نيتو وكان باغي غير رزقو، ولكن هاد المجرم كانت عنده نية أخرى واستغل النية ديال محمد. أنت ولا أنت اللي كتشوف هاد الفيديو هذا، ما غنقول لك لا بارطاجي لا دير جيم لا والو، شغلك هذاك. ولكن حاجة وحدة بغيتك ترحم على محمد وتعلق لتحت وتكتب هاشتاغ إعدام القاتل محمد بن درغو.